Fikir edeceksiniz. احنا دلوقتي اول حاجه اتكلمنا فيها كانت البيربرا، هنتكلم بقى العكس اللي هو الاريثيما. الاريثيما يعني ايه؟ يعني لون احمر في الجلد بسبب فاز دايليتيشن. بالظبط، بلانشر. حلو. الاريثيما ممكن تحصل في اي مرض يبقى فيه اريثيما، بس احنا عندنا حاجات كده يبقى الاريثيما شكلها مميز شويه بيسموها فجرة اريثيما. فجرة اريثيما زولت المشهورين هم اربعه. حلو، مين بقى الاربعه؟ اول حاجه اريثيما انيولار سنترفيوج، عندنا إريثيما كرونيكم مايجرانس، وإريثيما غيريتم رابنز، وإريثيما مارجينيتم روماتيك. نعمل إيه؟ نصيبنا بقى. ناخد حاجة حاجة. أول حاجة في مين؟ إريثيما أنيولار سنترفيوج. إريثيما أنيولار سنترفيوج دي إيه فكرتها؟ فكرتها إن هي في منها نوعين. إريثيما أنيولار سنترفيوج، اول حاجه ايه الباثولوجي بتاعها، او ايه يعني ايه الباثوجينس او ايه الباثوجينس؟ مفيش حاجه معروفه قوي، بس ان هي عاده ممكن تيجي كرياكشن للانفكشنز وبالذات فانجل، بالذات تينيا بيتس. يبقى مشهوره حكايه تينيا بيتس تكون ده رياكشن ليها. لينك هتبان ازاي؟ اريثيما في منها نوعين، سوبرفيشال وديب. النوع الديب يبقى المشكله حاصله في السكين ديب، فيدوب بس الجلد حاله وخلاص، بس السيرفس بتاعه ما فيهوش حاجه متغيره لان المشكله دي. بيجي بقى شبه شويه الارتكاريا، حته ارتكاريتد كده، هتلاقي حته اريثيماتوس وشبه الارتكاريا شويه لان من فوق السكن شكله نور. بس طبعا هتبقى بريزيستنت فترات اطول من الارتكاريا، والهيستري بتاعه ممكن يبقى فترات اطول كمان. قليل العين عنده تينيا بيتس. حلو، السوبرفيشال لا، ده مشكله حاصله فوق، فبالتالي السكن من بره هيبقى شكله متغير. هي في اريثيما بس مش elevated قوي زي التانية. هنا دي articulated او indurated شوية، هنا لا. بس هنا الميزة بقى ان فيها ايه؟ فيها scales trailing. والscales دي بيسموها trailing. يعني ايه trailing scales؟ يعني بص في الصورة هنا هتلاقوا الحتة المحمرة الscales جاية جوه الخط الاحمر، يعني الscales مش جاية على الادج بتاع الليجن، جاية جوه شوية، بيسموها trailing scale. يبقى دي حته اريثيماتوس فيها تريلينج سكيل سوبرفيشال، الثانيه ارتكريت اللي هي دي مش بتاعها ارتكري. سببها ايه؟ اشهر حاجه التينيا بيتس. تاني حاجه اريثيما كرونيكم مايجرانس. اريثيما كرونيكم مايجرانس دي بتيجي جزء من بسبب بوريليا، وتبقى جزء من اللايم ديزيز. بوريليا بولدورش. من لايم ديزيز. احنا المفروض عندنا في حاجه اسمها لايم ديزيز، بيعملوا جزم اسمه بوريليا. لايم ديزيز ده في منه مراحل، في اللي يهمني فيها الحاجات الكوتينيوس. من اشهر المراحل فيه الاريثيما كرونيك مايجرانس. دي بتحصل ايه؟ المفروض لايم ديزيز ده بيتقع عن طريق التيك بايت. التيك بيقرص البيشنت، فمكان ما هو بيقعد بيقرص مكان القرصه بيحصل حته اريثيماتوس. الاريثيماتوس دي تبقى انيلر شويه، بتدي يحصل لها سبريدنج لبره. في الاول تبقى حته اريثيماتوس، ما يبقى شكلها زي التارجت شويه. اوكي، دي اريثيما كرونيك مايجرانس. عاده تحصل تلاقيها واحده مكان التيك بايت، لو لقيتها كذا واحده في احتمال ما اتنين، يا اما كذا بايت فعلا، او ساعات يحصل واحده يحصل زي اوتو سنسيتايزيشن فتبان كذا واحده. حصلت فين؟ في اورلي ستيج من مكان البايت، في حاجات في الاول خالص، فدي بوريليا. ولما اجي اعالجها هعالج مين؟ البوريليا. فدي دوكسي سايكل هو العلاج بتاع البوريليا. اوكي، دي اريثيما كرونيك مايجرانس. اريثيما غيريتم رابنز. اريثيما غيريتم رابنز دي فكرتها ايه؟ ان فيها اي حته اريثيما بس حته محمر، بس عليها من بره سكيلينج، يبقى شكلها كونسنتريك. فانت لما تيجي تبص تحس ان هي كذا لير جوه بعض، وحته كده تبقى عامله زي الخريطه شويه، الحته مدوره وكبيره قوي، مش شايفها دلوقتي مميزه قوي. فبيبقى اسمها غيريتم رابنز، يقول لك ان هي وود جرين زي الخشب من جوه، الدايره اللي جواه دي. الماس ده مميز جدا. لما اشوفها دي اريثيما غيريتم رابنز، انا تهمني في ايه؟ ان هي عاده بيكون لها علاقه بالمالجنس، عاده ممكن اعتبرها بارانيوبلاستيك، وممكن تظهر سنه قبل المالجنسي او سنه بعد المالجنس. في الرينج ده ممكن اشوفه وعيان لسه ما جلوش مالجنس بيكتشف، او عيان عنده مالجنس يجي لي بيها فما تخضش ان هو عنده مالجنس، فطبعا يبقى عنده اريثيما غيريتم رابنز. تهمني بقى في ايه الديفرنشال بتاعها؟ ان الحاجه اللي شبهها اللي بتعمل كونسنتريك كلاس كده نوع من التينيا، احنا عارفه امريكا بالظبط
تينيا امبريكاتا. لما نيجي نتكلم عن انواع تينيا سيرسيناتا، في نوع اسمه تينيا امبريكاتا، دي تبقى كونسنتريك لايرز كده، بس طبعا الاصغر شكلها مختلف شويه، بس هما اتنين ديفرنشال لبعض عشان فكره الكونسنتريك لايرز دي. يبقى دي مين؟ تيما جايريتم رابنس. تينيا مارجينيتم روماتيكم، من اسمها روماتيكم، فدي جزء من الروماتيك فيفر، ودي الوحيده فيهم اللي فعلا مايجريتنج، دي الوحيده اللي ممكن تبقى موجوده في حته وبعد ساعه تروح حته ثانيه، دي الوحيده اللي مايجريتنج فعلا بتغير بسرعه، جزء من روماتيك فيفر، واحده من الميجر كرايتيريا. عشان كده انا متوقع البيش اللي عنده تيما جايريتم هلاقي معاه حاجات ثانيه بتاعت روماتيك فيفر، هلاقي معاه بقى سيدنهام كوريا، مش عارف معاه السبكتينيوس نوديولز، معاه حاجات ثانيه بتاعت روماتيك فيفر. ده مين؟ تيما جايريتم روماتيك. دلوقتي عندي اربعه فكره اريثيماس. اريثيما انيلار سنتريفيوج، دي اللي ممكن تيجي مع انفكشن زي تينيا بيدس، تبقى سوبرفيشال او ديب. سوبرفيشال اللي هي ثيما اسفياتري لينك سكيل، الديب اللي هي ارتكريت او انديوريتد شويه. ثيما كرونيك مايجرانس، ده جزء من لايم ديزيز، تعمله بوريليا مكانت تيك بايت في حته اريثيماتس في انيلار سبريد، فتعمل تارجت ليش. بس انا شايف اول اريثيماتس لو كبيره شويه تلخبط بالسيولايز، حته بقش حمرا على بعض شويه، والعلاج بتاعها الدوكسي سايكل. ثيما جايريتم رابنس اللي هي كونسنتريك وود جرين لايك، دي بارانيو بلاست، ممكن تبدا سنه قبل وسنه بعد. الديفرنشال بتاعها اشهر حاجه مين؟ تينيا امبريكات. فيها مارجنتم روماتيكم، دي فعلا مارجريتنج بتغير اماكنها بسرعه، دي جزء من روماتيك فيفر ميجر كرايتيريا، فانا هشخصها زي اللي حاليها مع بقيه الحاجات، يعني مش عارف كلينيكلي مش عارفها لوحدها، لما الاقي بيشت عنده دي ومعاه السنهام كوريا ومعاه سب فيريس ومعاه الحاجات التانيه خلاص يبقى ده روماتيك فيفر. تعالى نبص عليهم كده مع بعض في الكتاب. ايوه اول حاجه هو صفحه 110. الريثيما جالس سنتريفيوجل، لو بصيته في الايتي باثوجينيسيس رقم واحد انفكشنز، هتلاقي فانجاي بارتيكولار تينيا بيدس، ممكن حاجات تانية، ممكن انفكشن تانية، ممكن دراجز، ممكن كذا حاجة، ممكن يديباتك، اي حاجة ممكن تعملها، بس الحاجة الاشهر تينيا بيدس. التايب سوبرفيشال وديب، تعال نبص كده. سوبرفيشال فيها برايتس، الديب ما فيهاش، الاتنين فيهم فيرم بينك اريثيماتس بليكس، بس الفرق بقى ايه؟ ان ال الكيتانيوس في السوبرفيشال هتلاقي عليها وايت سكيلينج ات ذا انر مارجن نوت اون ذا اكسباندينج بولر، بيسموه تريلينج سكيل، والليجنز مينيمال اليفيتد، فان هي ايه مش عاليه قوي، انما الثانيه بيش سكيلز بتبقى اليفيتد انفلتريتد وانديوريتد. فكده شبه ارتكاريا شويه، بس الفرق بينه وبين ارتكاريا ايه؟ مفيش برايتس اصلا، خلي بالك يعني النوع اللي هو شبه الارتكاريا هو ده اللي مفيهوش برايتس، عشان يفرقها عنه. الديفرنشال دايجنوزز، او فاول واحده هنا حاطين يا كوربورس او سيسناتا ليه؟ عشان موضوع السكيل. في الناحيه الثانيه حط ارتكاري. الكورس نيجي ممكن يقعد ويكس تو مانث ومفيش سكورنج، واحنا ممكن اسمها هايبر بيجمنتيشن. التريتمنت ايه؟ تعالج الاندرلاينج ديس اوردر، وحط حاجه توبيكال، هي توبيكال مثلا ستيرويد، توبيكال تاكرولمس، حاجه سيستميك، كلام عام مش حاجه مهمه. فهميني في الاخر ان الديب فرق بينه وبين السوبرفيشال، الديب ما فيهاش سكيل، ما فيهاش برايتس، وهي ديب كورد لايك او انديوريتد. الاثيما مارجينال تلاقي بيقول لك فوق في الروماتيك فيفر، ان بصوا رابع نقطه تو استابلش دايجنوستيك روماتيك فيفر لازم اثنين ميجر واثنين ماينر. ايه الكوتينس ما فيش روماتيك فيفر بالنسبه لي اخر واحده؟ انكلود تو ميجر كرايتيريا، الاثيما مارجيناتم اند سب كوتينس نوديولز. الايدج بتاعنا طبعا في تشيلدرن 5 و 15 اللي هو بتاع روماتيك فيفر. الميكانيزم ايه ممكن علاقه بالروماتيك فيبر اللي هو الانتيجينيك مش عارف كروسنج الكلام اللي عليه. كلينيكال اهميه جاي على الترنك، الليجنز اريثيماتس ماكيوز او باتشز وذ رابيد بريفرنس سبريد، الليجنز ميرج بالكو اه بصوا دي از ترانزيت اند تنس تو مايجريت فروم وان بارت اوف لايت تو انذر، فدي الوحيده اللي مايجريت فعلا بتغير مكانها من حته للتانيه. التريتمنت مفيش سبيسيفيك تريتمنت، بتعالج الاندرلاين كوز بس. كده اريثيما كرونيك مايجرانس، هنا دي ايه؟ بص ديفينيشن ريبريزنت ايشيال كوتينيوس مانيفستيشن اوف لايم ديزيز ديفلوبس ات ذا سايت اوف بايت اوف بوريليا انفكتد تيك. الايتي باثوجينيسيس ان هي مكان البايت كلينيكلي تيجي في ترانك في الاكزيلا في الجروين، اريثيما اكسباندنج انلر بلاي، بعد كده هيبقى ايه؟ لايتر كارد سنتر فدي بولز اي اور تارجيتويد ابيرنس، ممكن تبقى سنجل او ممكن تبقى مالتي. مالتيبل ده يا اما مالتيبل تيك بايت او ديسيمينيشن سكند سبايرال تراكيميا او ليمفاتيك سبريد. هي تيك بايت فعلا كذا مالتيبل، هي واحده وانتشرت في بقيه الاماكن. انفستيجيشن عمل حاجات للبوريليا الاندرلاين بقى،
بص ال differential diagnosis حط فيه تاني واحدة ايه؟ erysipelas أو سيروس، لما تبقى ساعتها بطش حمرا كبيرة فتلخبط. ال treatment احنا اتفقنا ايه؟ doxycycline، مش عايزين أكتر من كده. erythema gyritum repens، قلنا إن هو paraneoplastic fingered erythema، نيجي أكتر في سن كبير. pathogens underlying malignancy، وخلي بالك من تاني نقطة، it may develop 1 year before to 1 year after the neoplasm. و most commonly plasm ايه؟ carcinoma of the lung. بصوا بقى clinical features بقى، شايفين اول منظر concentric هنا باين قوي وكذا واحدة جوا بعض، هتلاقي بقول لك بص اهو the lesions multiple and erythematous lesions with scale at the edges rapidly progressive lesions are concentric ring within ring with wood grain او zebra like pattern. حلو، بص differential diagnosis رقم اتنين اهو like lesion we see in patients with، هو حتى معلم عليها تينيا امريكات فانجر انفكشن دي اشهر واحد. ايه تريتمنت؟ معالج الاندرلاينج نيوبلازم. السمر بقى اللي هنا ده حلو قوي بصراحه، يعني الحته السمر في الاخر دي قريتوها دي فيها كل حاجه تقريبا. حلو ده كده الفكره التاريخيه. قول كلمتين عن الإريثودرما. طيب، تمام كده بسرعة، مش بقيت حاجة.